السلام عليكم، محمد بن حمزة، رئيس جمعية المركزي حي النصر، مدرب لعدنان بوشوف. عدنان بوشوف كان تلميذ مجتهد خلوق، كيتميز بالأخلاق ديالو، ماشي عنيف، من درجة أني كان خاف أني نشارك به في تظاهرات ديال الحبية، إنما يعني بقوة الحنين ما كيبغيش يعمل الكومبيتيسيون المباراة وكشي. العلاقة ديالو بالأطفال الآخرين ممارسين طيبة، مزيان مع كل شيء، حنين. ثلاث سنوات ثلاث سنين ونص هو معايا. وقف الرياضة ديالو في بداية الحجر الصحي في شهر 3. هذا الخبر اللي تلقيناه يعني من اللحظة ديال الاختفاء ديال الولد في يوم الاثنين 7 في الشهر، في الساعة 4:05، كانت اللحظات الأولى اللي شو أنا خارج مع هذا السيد. السيد جاني غريب وبقى فيا للأسف، أنا هو كان بعيد عليا تقريبا 2 المترو، وما زعما ما عرفتش كيفاش. أنا كنشوفه ماشي مع السيد غريب، داك السيد ماشي من الحي، ولكن ما كنتش كنتوقع انه يكون هذاك الانسان هو الوحش اللي عادي يصطادو. للاسف تابعت اللحظات، كل لحظه بلحظه، من الساعه الاولى الى الساعه الثانيه، بقينا كنتبعوا اللحظات الاولى اللي كيسولوا عليه في الحي، عطيتهم يعني الشيء اللي شفت انا على اساس انه راه كاز من لهنايا في الاربعه قال القسم. وعاود جا الشخص الاولاني سولني، الشخص الثاني هو جدو، قلت له نفس الكلام. جات الام ديالو سولتني على اساس واش كاز من لهنا عدنان، هضرت معها قلت لها ابنك راه كاز مع واحد الشخص هنايا، شخص طويل عمل قندورة، عنده مناظر والحية خفيفة شوية، ماشي يعني ما كينتميش لهاد الحي. تما الأم ديالو سبحان الله بحال اللي علمت بأن الابن ديالها مشى، يعني جات واحد الهستيريا، واحد شي صرخات، ابني مشى، عدنان مشى، ابني مشى، ابني ضاع. مشات الام ديالو ديك اللحظه كانت 7:30، تكلمت مع الاب ديالو على اساس انه الولد كيتريد عندي. عيط الاب ديالو سولته واش كاين شي اخبار على عدنان، قال لي باقي ما كاين حتى شي حاجه. قلت له اجي عندي نشوفوا الا كاين شي حل في هذا الشارع، لان مجموعه عند الكاميرات هنايا. وبدينا التحريات ديالنا على اساس هاد الكاميرات اللي كاين في الحومه. وصراحه الله كان واحد شويه البطء، على اساس كنقدروا في الاثنين في ذاك النهار هذا كنا نقدروا نعملوا شي حاجه، ولكن مع الاسف الكاميرا الاولى السيد كان مسافر، السيد دي انفاس معنا مول البلوات كان حتى هو خارج، كان شويه ديال الروتار. كنوجه رسالة للآباء أنهم يحذوا الوليدات ديالهم، ما يعني يحاولوا أنهم يحذروهم من هاد الذئاب المسعورة، لأن باش تشوف الهيئة هاد الإنسان هذا ما تقدرش تقول أنه إنسان يقدر يعمل هاد الفعلة هذه. إنسان كيبان نقي، كيبان يعني شخصية، كيبان الهيئة ديالو ما توحيش أنه إنسان يقدر يعمل هاد الحالة هذه. وكنحذر جميع الآباء أنهم يحتاطوا من هاد الذئاب،
وكنوجه الشكر لجميع الاباء اللي عزوني وعزوا الاباء الام ديالو والاسره الصغيره والكبيره ديال عدنان. وانا افتقد هذا الولد بزاف بزاف وبقى فيا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة 8 مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.